برعاية وحضور متران حلبة وتوابعها للسريان الأرثوذكس نيافة الحبر الجليل مار بطرس السيس، أقيم حفل توقيع كتاب صدى الإيمان من تأليف الأب الخوري شكري توما. عندما فكرت أصدر هذا الكتاب وأعطيته كلمة صدى الإيمان لأنه يتبنى مواضيع جدا حياتية إنسانية إيمانية، وكم نحن بهالوقت بهالعصر بحاجة ماسة إلى هيك مواضيع. وتوالى بالحديث عن الكتاب مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكام والمطران بطرس مراياتي والمفكر عبد الهادي نصري والمفكر محمد قجة. أي كتاب يصدر يتحدث عن الإيمان سوف يغني المكتبة، لأن الناس اليوم بحاجة إلى إيمان وبحاجة إلى تأكيد هذا الإيمان من خلال السلوك الواعي النشيط الوطني المحب للناس والمتسامح مع الناس. سوريا التاريخية لها تأصيل كبير، والسوريان أو الآراميين قبل أن يدخلوا في المسيحية كانوا عاملا مشتركا في المسيرة الحضارية العربية الإسلامية على مدى التاريخ من العهد الراشدي إلى العهد الأموي إلى العهد العباسي. الثقافة تحتاج إلى دعم دائم بولادات جديدة على كل المستويات الثقافية، لا سيما كتاب اليوم الذي يتحدث عن الإيمان وصدى الإيمان في النفوس. ويهدف الكتاب إلى تعزيز القيم والحفاظ عليها بمنطلق الإيمان المتجسد في الأخلاق والعلاقات الصحية ما بين الشخص والخالق وما بين الشخص وأخيه الإنسان. وليد هناهي، الإخبارية السورية، حلب.